الجلابيات في شهر رمضان المبارك هي من أبرز التجهيزات لدى السيدات، حيث يبدأنا بالبحث عن كل ما هو مميز وجديد يتناسب وجلسات الإفطار والسحور التي تكثر الدعوات إليها. تتميز القصات في شهر رمضان بالنعومة والبساطة بتمازج جميل مع الأفكار الخليجية والتطريز بالخيوط الذهبية والفضية والأحجار الكريمة والنصف كريمة، حيث تتحول الجلابية لثوب خفيف عملي قابل للارتداء اليومي المصنوع من الأقمشة الخفيفة والباردة كي تتناسب مع الأجواء الحارة الصيفية والربيعية. ولإضفاء لمسة جمالية على الجلابيات، لابد من وضع الإكسسوارات خاصة تلك التي برزت في الآونة الأخيرة والتي يتم تصميمها باللغة العربية، حيث تستطيع المرأة تصميم ما تشاء من الكلمات أو حتى العبارات الإسلامية مثل ما شاء الله والحمد لله على شكل سوار أو خاتم أو حتى سلسلة.